هلا والله شباب، شلونكم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جايكم فيديو جديد عن تحديات لعبة Red Dead Redemption 2. يلا نشوف التحديات اليومية. التحدي الأول مطلوب عندكم تجمعون 5 من بلاك بيريز. التحدي الثاني مطلوب منكم تقتلون 5 من المعلبات. أي نوع من المعلبات كان؟ التحدي الثالث مطلوب عندكم تصنعون اللي هو معالج الحصان. التحدي الرابع مطلوب من عندكم انه تتنقلون بالعربة، اي عربة كانت تاخذوها او تسرقوها تتنقلون بها مسافة 5280. التحدي الخامس مطلوب من عندكم تلعبون 3 مشينات فري روم اللي كنت تحصلوها بأي مكان باللعبة متوزعة مثل هذول المشينات. تلعبون 3 فقط. التحدي الثالث مثل ما عندكم تصيدون سمك البيرتش. التحدي الأخير مطلوب عندكم تقتلون واحد أونلاين بأي إيفنت كان هيب فاير، يعني بدون ما تسوون سكوب إن، مجرد ما تطلقون هيب فاير بهذه الحركة بدون ما تسوون سكوب. أما بالنسبة لتحديات الأدوار، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تصنعوا 2 توكسيك مونشاين. التحدي الثاني مطلوب عندكم تبيعون بيعتين مونشاين تكون بريفيرنج اللي تكون فيها نكات. التحدي الثالث مطلوب من عندكم انه تخدمون 2 او تستضيفون 2 من اصدقائكم، وقت ما تروحون على المونشاين تنزلون عند البار تشربون اخوياكم من الشراب المونشاين. اما بالنسبة لتحديات التايجر، التحدي الاول مطلوب عندكم تاكلون 3 مرات من الكمب.
التحدي الثاني مطلوب عندكم وقت ما تسوون ميشن لتوصيل البضاعة للتريدر، تتنقلوا مسافة 15,838. التحدي الثالث مطلوب عندكم تتبرعون 6 حيوانات 3 نجوم. أما بالنسبة لتحديات الكولكتر، التحدي الأول مطلوب عندكم تجمعون 5 من بيوض الطيور. التحدي الثاني مطلوب عندكم تجمعون 2 من أشياء الكولكتر باستخدام اللي هو الكشاف اللي هو هذا. التحدي الثالث للكولكتر مطلوب عندكم تجمعون المجوهرات المفقودة. أما بالنسبة لتحديات الباونتي هانتر، فالتحدي الأول مطلوب عندكم تلعبون 2 باونتي هانتر وتسلموه من الشرطة. التحدي الثاني مطلوب عندكم تمسكون 2 باونتي هانتر بحبل الرينفورست لاسو اللي هو هذا الحبل. التحدي الأخير للباونتي هانتر مطلوب عندكم تتبعون الباونتي هانتر باستخدام خاصية الإيجل آي اللي هي خاصية الشخصية. إن شاء الله يكون فيتكم هذا الفيديو، لا تنسوا لايك واشتراك بالقناة إذا مو مشترك، وفعل الجرس وشارك الفيديو كل أصدقائكم يلعبون ردت، وأشوفكم بيوم ثاني وتحديات ثانية. سلام.